من جديد مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم داخلين على الأسبوع السادس من مهرجان العالمين الجديد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. الكثير والكثير من الفعاليات والتي ربما بدأت من اليوم في فعالية رياضية هامة جدا، وهي بطولة الجودو العربية اللي بدأت النهاردة، ولكن يمكن البداية الرسمية والافتتاح الرسمي لهذه البطولة غدا إن شاء الله لأول مرة في العالمين الجديدة، بطولة الجودو العربية طبعا بمشاركة العديد والعديد من الوفود العربية هنا في العالمين الجديدة. وطبعا ويكند حافل جدا جدا بحفلات موسيقية وغنائية على أعلى مستوى كعادة مهرجان العالمين الجديدة. نجم حكيم والنجمة أنغام، ده غير مسرح الشارع اللي فيه ستاند اب كوميدي، وفي أيضا مطربين وفنانين أندرغراوند وغيرهم من الفرق الموسيقية المصرية الحفلات والفرق اللي بتبقى موجودة على طول الممشى السياحي في عطلة نهاية الأسبوع، والكارنفال اللي بيبدأ كل عطلة نهاية أسبوع هنا في العالمين الجديدة.